هذا سؤال من أحد الأخوان، يقول دائما يحلم بالتابعة. طبعا التابعة والعياذ بالله، إنما هذا اسم شيطاني مستحدث عند بعض السحرة والمشعوذين والعياذ بالله منهم. فنقول إنما هو شيطان عليه أن يعني يحصن نفسه تحصينا كاملا في باب الأذكار وسورة البقرة. نعم، العلم عند الله. هذه رأت في المنام أن حواجبها مقصوصة من الأطراف. الحواجب بالنسبة للمرأة هو زينتها، هو يعني جمالها، هي ذريتها، هي مواجهتها مع الناس. لأن يعني الله تبارك وتعالى لما تكلم عن نساء أهل الجنة وصفهم بوصف جميل، خصوصا في العيون والرموش وما على ذلك من حواجب وغيره. قال تبارك وتعالى: وحور عين. وحور عين، الحور العين هي العين الوسيعة الجميلة ذات شديدة البياض شديدة السواد، وهذا طبعا من مميزات النساء. فأقول دام أن في يعني شيء من الأذى على الحواجب أو ما تحت ذلك أو ما على ذلك، فإنما هي إصابات بالعين، فالحذر منها. العلم عند الله. نعم، هذه رأت في المنام كأن وجهها جميل وأبيض، ولكن كله يعني فيه شعر. أقول أن الوجه إذا كان يعني جميل وطيب وما فيه شيء من الأذى، فيدل على التوبة ويدل على زوال الهم ويدل على الفرح، لأن الله تبارك وتعالى وصف الوجوه وجهين. قال سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. لكن الشعر بهذه الطريقة يخرج في وجه المرأة على غير العادة. أيضا نعيد ونكرر، إنما هي إصابات بالعين بسبب جمال موجود في وجه هذه المرأة. نعم، والعلم عند الله.